السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم دار الكرم تيفي. اليوم إن شاء الله كيف كتشوفوا معايا من خلال المكونات غنحضر معاكم أكلة صحية جدا بالخضر بدون لحوم، كتجي زوينة وشهية ولذيذة، كيحمقوا عليها الأطفال. وبهذه الطريقة ممكن تأكلوا وليداتكم الخضرة بالطريقة اللي بغيوها واللي عشقوها وهما يطلبوها لكم. اذا غادي نحضر اليوم ان شاء الله هذه الاكله هذه بالكوسه ولا القرعه الخضراء وبطاطا. كيف كتشوفوا عندي جوج حبات ديال القرعه الخضراء وعندي وحده ديال البطاطا، فغادي نغسلهم مزيان. قشرت بطاطا وقطعتها بحال هكذا، نفس الشيء بالنسبه للقرعه فكنقطعها الى قطع. وغادي نجيبوا شي اله اللي كطحن، ميكسور ولا الخلاط ولا اي حاجه اللي عندكم كطحنوا فيها وطحنوهم. هنا راه حتى شي حاجه ما طيبه ما مسلوقه، كلشي ني كلشي خضر. غادي نحتاجو معاهم في نفس الوقت باش نطحن معاهم، عندي القزبر ومعدنوس، واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس، واحد جوج فصوص ديال الثوم. اذا ها نتوما كيف كتشوفوا غادي نحط كلشي في هذا الروبو هذا، ممكن تخلطوا في اي خلاط بغيتو. صافي، وغادي نخلطهم حتى كيطحنوا مزيان. الا ما عندكم حتى شي روبو في الدار ممكن انكم تحكوهم، تحكوهم في الحكاكه الرقيقه، حتى هما كيجيو رائعين. كتحكوهم في الحكاكه الرقيقه وكتعملوا هذا الشيء اللي كنعمل انا، يعني الثومه عصروها والقزبر ومعدنوس قطعوه رقيق باش ما كان ممكن نقضي، والمهم هو المقادير مضبوطه تعملوها معايا. اذا الان بعد ما طحنتهم حتى ولاو بهذا الشكل هذا، فغادي نتبلوهم واحد شويه. هانتوما غادي تشوفوا شنو الاضافات اللي غادي نضيفو لهم، وغادي نطيبوهم في المقله. بالنسبه للمقله انا درتهم في هذيك المقله ديال السبع وجوه، ديك المقلات العجيبه اللي راها زوينه فعلا ورائعه، وسبق لي حطيت لكم فيديو عليها، يعني راه نفعتني بزاف الحويجات في الكوزينه. الا ما عندكمش، يعني الا عندكم راه كيجيو قياس واحد، كيجيو هكذا سبعه كيطيبوا مره واحده وكيطيبوا بسرعه. الا ما عندكمش ممكن انكم ديروا في المقله العاديه بحال كيف كطيبوا الطورطيه وتغطيو عليها وتخليوها طيب، ولا كذلك ممكن ديروا زويته في المقله وتهزوا هكذا بالمعلقه وتحطوا. المهم انا غادي نكمل معكم ونوريكم طريقه الطبخ. هنا درت مليحه واحد راس معلقه ديال البزار، غير شويه ديال الفلفل الاسود فقط، ودرت جوج بيضات ومعلقه كبيره ديال المايزينا نشا الذره، معلقه كبيره ممتلئه. الا ما عندكمش المايزينا ممكن تعوضوها بالدقيق الابيض الفورس، ديروا جوج معالق ديال الفورس، بحال نفس النتيجه. اذا هنا جيت المقيله ديالي حطيتها فوق النار تسخن، وكندهنها هكذا غير بواحد شويه الزبده، يعني كيف كتشوفوا ما كندوبها ما والو، بهذه الطريقه ما كنضيعش نهائيا الزبده، غير كنحكها هكذا فوق البليصه وهي سخونه. صافي، وكنهزو بمعلقه واحد عندي هنا واحد المغيرفه كنهز هكذا القياس وكنوزعها، ما كتروش بزاف باش ما صفيتش لينا، ديروا غير القياس بحال هكذا. صافي، وكنوزعها على المكان. الا ما عندكمش هاد المقيله كيف قلت لكم احسن حاجه هي انكم تاخذوا مقلات عاديه وديروا فيها واحد شويه الزويته حتى تسخن، وتبقاو تهزوا بحال هكذا مغيرفه وتحطوها، يعني بحال كتوزعوا بحال كتحطوا هاد السبعه، غير هي عوض ما يكونوا هاد الحفر هادو نتوما كتفرقوا بيناتهم، كتحطوا وحده بعيده شويه على الاخرى بعيده على الاخرى وكتسرحوهم كتبسطوهم. راه في الاخر حتى هما كيجيو زوينين ورائعين، غير هما الشكل ما كيجيش بحال هكذا كلهم قاد، يعني كل وحده وكيف كيف غادي يجي الحجم ديالها. صافي، كنخليهم واحد شويه كنغطي عليهم وكنخليها حتى كتبان ليا من الجناب تحمرات، عاد كندير ثاني شويه الزبيده وكنقلبها. راه كتقلب بكل سهوله، شوفوا هانتو دغيا كتهز، ولكن الاهم هو انكم ما تهزوهاش وهي ما طيباش، خليوها حتى تشد في راسها وتحمر من التحت. اذا انا هنا وراه ما بانوش ليا حمرين مزيان، غادي نعاود نقلبهم ثاني. النار هنا درتها اقل من متوسطه باش ماشي غير يتحرقوا ويبقاو ليا ما طيبينش، نقص على النار، درتها اقل من متوسطه شويه وكنغطي عليهم. الا درتو الزيت ما تحتاجوش تغطيو عليهم، غير انا حيت هنا درتهم شويه صحيين ناشفين فخصهم شويه ديال الوقت باش يطيبوا، تقريبا واحد 5 دقائق حتى 7 دقائق. صافي، فها هما طابوا، قلبتهم على الجويها الاخرى. من بعد ما طابوا من الوجوه بجوجهم، صافي كيكونوا عندنا واجدين، ممكن انكم تزينوهم بفرماج هكذا وهما سخان باش يذوب فيهم،
والتزيين كيبقى اختياري، انا شي وحدين زينتهم بالفرماج للدراري، شي وحدين خليتهم لينا غير هكذا بلا فروماج، وراه كيعطينا كميه كبيره. انتما انا حيت الاولين ودرت وحدين اخرين يطيبوا، راه كتجي زوينه بزاف والله العظيم. وليداتي ما كيشبعوش منها، ما كيصدقوش كاع باللي راه فيها القرعه الخضراء. يعني ما اصلا بنتي ما عندهاش مع القرعه الخضراء، فملي كنديرها كتاكل فيها حتى كتشبع، كتحماق عليها يعني بلا ما تحس بداك الطعم ديال القرعه. ها انتما شوفوا الشكل ديالهم شحال كيجي زوين. ودابا المقله بعد ما سخنات فبكل سهوله كنهز بحال هكذا وكنقلب، ما كياخذوش لي وقت كثير. اذا شفتوا الكميه اللي داروا لي دوك جوج قريعات وبطاطا وحده، فداروا لي سبعه الاولين وداروا لي سته في الثاني، يعني 13 حبه ديال لهاد الفطائر هادو بالقرعه، فكيجيو رائعين. شهوه منهم ما تشبعوش منهم. اذا هنا ممكن نحضروهم كوجبه عشاء خفيفه هكذا، نديروهم وليدات في ساندويتش ولا نديرو بهم اللي بغينا، كيجيو بحال طورطيه بحال الفطائر هكذا زوينين رائعين ولداد ما تشبعوش منهم. اذا الوليدات هكذا كنعطيهم لهم فروماج، كيزينوهم بالكيتشوب اللي كنحضر لهم في الدار هكذا باللي بغاو، وكيتناولوهم يعني هكذا في ساندويتش ولا مع الفريت، فكيجيو زوينين رائعين. ممكن تحضروهم كيف قلت لكم وجبه عشاء خفيفه، ولا ممكن تحضروهم كمقبله هكذا مع الغداء الا بغيتو هكذا، فاش كيكون عندي حتى الضياف، يعني كيجيو زوينين. وكيف كتشوفوا حتى في الشكل ديالهم شي حاجه اللي هي راقيه وزوينه جديده وباقل مكونات، ما فيهم لا لحوم لا حتى شي حاجه، اقتصاديين ولذاذ وصحيين. اذا نتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم في البيوت ديالكم ويعجبوكم، واذا عجبوكم ما تنساوش كيف العاده تشاركوا في القناه وتخليو لنا الاعجاب وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده باذن الله. خليتكم في امان الله، بسلام عليكم.